مشاهدينا، وتنضم إلينا في الاستوديو الزميلة جنان موسى مراسلة أخبار الآن والمتابعة لكل تطورات الشأن السوري. جنان، أهلا بك معنا منذ الصباح وأنت تجرين اتصالات عدة مع ناشطين ومع مدنيين داخل سوريا. صحيح. كيف كانت آرائهم تجاه هذه الضربة الأمريكية على المقر التابع لنظام الأسد؟ شوفي روناك، أنت هلأ أوجست ردود الفعل الدولية وشو قال الدول بالنسبة لهالموضوع. أنا كنت عم بحكي مع الناس ومع ناشطين موجودين على الأرض، اللي هن أكثر شيء يعني اللي رح بيعانوا أو اللي رح بيحسوا بعواقب هيك ضربة. خليني أول شيء أحكي لك أنه الجو العام بمناطق المعارضة حصراً، لأنه ما تواصلت مع ناس بمناطق النظام، حيث الأراء ممكن تكون مختلفة بشكل كبير. الناس الناشطين والمدنيين بمناطق المعارضة بشكل عام في جو من الفرح، الناس مبسوطة. الناس من بعد 6 سنين من بداية الثورة كثير عم تسمع تصريحات إن كان أمريكية أو من المجتمع الدولي على أساس اليوم رح بيصير شيء، اليوم رح يعملوا شيء ضد الأسد، اليوم كذا، وهذا شيء كله كان يكون حكي بدون أفعال. فهي أول مرة كان في ترامب كان عم يحكي شيء وكان عم أو بالأحرى مصرح كان عم يشتغل، فكان في جو من الفرح. طبعا رح أوصف لك كم مشهد لكذا شخص كنت عم بحكي فيهم. مثلا ناشط كان عم بيحكي لي إنه جاره نزل من البيت، كان ماشي بالطريق وعم بيصرخ وعم بيقول بشار نزل بشار نزل، لأنه متوقعين إنه الضربة مش ضربة ضد المطار بس، ولكن هيدا الشخص على حد قوله شايف إنه ممكن تكون الشغلة أكبر من هيك بكتير. بمنطقة تانية بريف إدلب، شاب كان واقف مع مجموعة شباب على زاوية بالشارع عم بيعملوا صبحية وعم بيشربوا قهوة وكذا، وكانوا عم بيتحدثوا عن شخصيات ترامب، إنه هيدا الزلمة صادق بيحكي وبيوفي، وإنه غير أوباما. يعني كان من اول ما رسم له خط احمر من اول ما شافه انه تخطى او استعمل كيماوي دغري قام برد الفعل هيدا. هلا في عندك جزء ثاني من الناس اذا سمحتي لي، واللي هن المشككين. في ناس بتعرفي طلعت نظريه، وفي ناس على الارض عم تحكي انه يمكن هاي مسرحيه. والضربه ما كان لها يعني تاثير كبير على الارض، ولكن كان بالتنسيق مع روسيا او خبروا روسيا قبل بوقت كمان كرمال ما يكون في خسائر كبيره. هاي كبيره، هاي جزء من الاراء. كمان في اراء ثانيه واللي هي بدها اكثر، يعني شافت هيدا المشهد وبتعتبر انه هاي الضربه غير كافيه، وبالتالي الناس على الارض عم بيقولوا انه اذا عن جد انتم صادقين وعن جد اذا كان امريكا او المجتمع الدولي بدها تخلصنا من النظام، فبالتالي ليش ما بيتم قصف القصر الجمهوري، ليش ما بيتم قصف المطارات الثانيه بدون ما انه بس تكون ضربه رمزيه ضد مطار واحد. طيب. فبالتالي هيدي يعني عينه من الاراء اللي كنت عم بحكي معها. جنان، هذا داخل المناطق المعارضه لنظام الاسد. ايضا تحدثت مع مدنيين من مدينه خان شيخون. صحيح. التي تعرضت لهجمه كيماويه من قبل قوات الاسد يوم الثلاثاء الماضي. صحيح. هل شفي غليلهم؟ نعم. هلا حكينا مع ناس كمان بقلب خان شيخون. اللي لازم تعرفي انه اكثر من 80% من المدنيين اللي كانوا بخان شيخون تركوا المدينه وراحوا، ولكن بعد في اعداد بسيطه جدا، واليوم الناشطين والدفاع المدني وبعض المدنيين اللي بعدهم موجودين في وقفه تضامنيه على ارواح الشهداء والناس الضحايا يلي ماتت. الرأي بخان شيخون حسب المقابلات اللي وصلت وحسب التواصل، لانه بتعرفي ما في يعني انا وقتها بحكيك التواصل ما بكون عم شيل تليفوني وعم بحكي مع الناس، لا عم نحكي واتساب او تليجرام او سكايب، لانه كل التواصل هو عبر الانترنت. الناس كانوا عم بيقولوا انه هيدي اشاره جيده ولكنها غير كافيه. في كمان جو من الفرح، مبسوطين انه على القليله حدا يعني وجه رساله للاسد، ولكن بيعتبروا انه خطوه واحده شوي متاخره، كان لازم تكون قبل بكثير. طبعا ما حدا بيعرف شو اللي راح بيصير، وإذا رح نرجع نشوف ضربات تانية، ولكن بيتمنوا وعم بيقولوا بدنا بعد على المطارات الباقية، بدنا بعد على مقرات عسكرية، بدنا بعد كمان شيء بيهدد الرئيس بحد ذاته. وطبعا ما بيعرفوا، ولكن بيتمنوا، لأنه هن من الأساس عم بنزلوا عم بيطالبوا بإسقاط النظام، فشايفين أنه إذا الأمريكا عن جد جدية فلازم تساعدهم بأنه يقوموا بهاي الخطوة. شكرا جزيلا لتواجدك معنا في الاستوديو زميلتنا جنان موسى مراسلة أخبار الآن. شكرا جزيلا لك.